ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. للنفر وجهات نظر، لكل نفر لغتان، لغته الأصلية ولغة الاندماج، وأحيانا ثلاث لغات بسبب الذكاء الزائد أو بسبب استنفار سابق في حضن الوطن، وأحيانا لغة واحدة بسبب صعوبة التأقلم. وفي الطريق إلى لغة الاندماج يمر النفر بمرحلة You speak English و This is و I want و Thank you very much. وهناك من النفرات من لا يقول Thank you ويكتفي ب Very much، فالنفر يعتقد أحيانا أن ال Very much تعني شكرا، بل إن بعض النفرات يعتقد أن ال Very much هي عفوا، فيرد عليك عندما تقول له Thank you فيقول لك Very much. وعادة ما يمر النفر بهذه الحالة الإنجليزية وهو في تركيا، وكثيرا ما يعود النفر إلى البيت منزعجا وهو يقول يا أخي الإتراك ما بيعرفوا إنجليزي. وتعود معرفة النفر باللغة الإنجليزية إلى يوم صادف فيه سائحا أجنبيا في حضن الوطن وحادثه بالإنجليزية وقال This is Damascus Citadel. This is Hamidiya. This is Abu Al-Iz Restaurant. ومما لا شك فيه أن النفر يعرف الرومانسية منذ نعومة أظفاره، لذلك ترى جملته الرومانسية الشهيرة I love you سريعة الخروج من مكام دار اللغات التي في ذهنه حال مشاهدة فتاة أجنبية تبتسم للهواء. النفر يحتاج إلى حنان، فخذيه بحنانيك يا أيتها المواطنة الأصلية، ولا تستغربي عندما يقول عنك أجنبية، فالأجنبي عندنا جنسية، والجنسية الأجنبية عندنا تشمل الأوروبيين والأمريكان، لا تشمل التركي فالتركي تركي والكردي كردي والتشركسي تشركسي والهندي هندي، ولا تشمل الصينيين واليابانيين والآسيويين والعرب والفرس والأفغان، كما أنها لا تشمل التشيتشان وطاجكستان وكازاخستان وباكستان وباقي شعوب المسلمان. لذلك عندما يقولون للنفر في بلاد الأجانب أنه أجنبي يفرح، يشعر بالفخر لأنه أجنبي، ويشتري النظارات السوداء كي يبدو أجنبيا أكثر من الأجانب حتى. وليس كل الأجانب عند النفر سواء أيام زمان، فالأجنبي الذي من أوروبا الشرقية ليس أجنبيا من النوع التمام، هو أجنبي درجة تانية، بل وإن بعض الأجانب أضحت جنسياتهم مهنة، فالروسية تعني فنانة في الكباري، ولعل معرفة النفر ببعض الكلمات الروسية جاءت من كثرة اندماجه بالفنانات في حضن الوطن أيام ما كان في وطن. وهو يقول عوضا عن خرشو خرشوف، يصر على الأوف ربما بسبب الكلاشينكوف الذي يتذكره دائما كلما رأى الروسيات. بل إن النفر هو الكائن الوحيد في العالم الذي تعني له كلمة الروسية شيئان، الروسية بشحمة ولحمة وجلدة، والروسية برصاصة وزنادة وسبطانتة. أما باقي القوميات والجنسيات فلكل منها معنى لا يدركه إلا النفر، فالخليجي يعني سائح ليلي، والسريلانكية يعني خدامة، والصيني والياباني والكوري يعني بروسلي أو جاكي شان، بينما الإسرائيلي عند النفر اسمه يهودي، وعند النفر المثقف صهيوني غاشم جبان. أما الأفارقة فكلهم عند النفر سيان، فكل إفريقي سوداني حتى لو كان من نيجيريا أو من ساحل العاج. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.